تفضل. السلام عليكم. شو ذولي منو؟ هلا. من ذولي؟ يا حلاتي العشرة وياكم الأحباب الديرة وحشة وبابي انطر دقتي الباب هي طق غصين الشجرة نسقيها بيت رايايا كانت مفاجأته لا توصف وكيف الأطفال حاضنين والدهم ويبكون بحسرة وحزن وألم والحلم أصبح حقيقة شبيهم شو قلوا لك؟ كريم استعبت لك هذا منو هاي؟ بابا منو؟ بابا مشتاق إليه؟ إيش قاعد؟ بابا بس حموشتني حموشتها تردش سوت لها جرتها منها دونها هي لعب وياها وخرمشتك؟ بابا تستاهل بابا آية البسونة وجوشها في بلاصها بشعرها ورينا دينا الحمراء شدها الحمد لله شكر يا رب راح أخذ أبوكم لا راح أخذه باب لا لا أخذكم لو أخذه هو هو أخذه هو؟ إيه بدلوا له سبحوا له نبدل له سبحة؟ هو يخبر غير شان بالشغل خطية بابا لا بابا لا تلا احنا كليبين السكينة ودينا اياها الأصل إن شاء الله ليه؟ يصير عدد فلوس يلا هناك قعدوا ما وبنتك الكبيرة ما سلمت عليها كاتب شلونك بابا؟ تشك انجليزي تذكر شلونك بابا؟ لا شو اقولها؟ لا شو اقولها؟ بس اتعلم عربي واسمع عنها كلها فوق ما تم عربي ايه هسه ان شاء الله تعلم عربي لو تتعلم منها انت لا احنا جايبيها تعلمك مو تعلمها لا بعد ما شاب الدول كتاب جايبيها تعلمك انجليزي هسه شلون راح تحكينا خليها تعلم دول الصغار هذا البيت هو بيتك لا والله ايه هذا هو بيت بابا باذن الله ايه هذا استاجرناه بابا مده سنتين بابا بابا سنتين كامله مدفوع ايجار بابا لا تفكر بايجار ولا بابا ايش انت واطفالك هنا من البيت اليسار صوت سيتك والله باذن الله الله يعزك رحمه الله استاذ هاي وحدة راح تقول لي شلون والأطفال وراح نرجع على العادة القديمة والله. من يبقى يمهم وهم ماكو مو ماكو حد فجبنا لك بنتك الكبيرة ايه راح تكون مع الأطفال مربية ايه بابا بابا راح تكون مع الأطفال من تطلع للشغل الصبح انت على باب الله هي تطلع وراك سد الباب تلزم الأطفال هنا سوي لهم ريوك تحفظهم تأكلهم تشربهم تنومهم تلعب وياهم حد ما ترجع بالليل انت تلقى اكلك جاهز وصاير وكل شيء الامور طيبه اوكي رحمه الله بك استاذ خلصنا من هاي السالفه كل رحمه الله بابا بس بابا بابا بس بابا بابا بس بابا بابا بس بابا